الفنان فنان يعني ربنا يرحمه ربه، وده كان بيشتي الخير على سعد صغير، وربنا يرحمه ربه. بقول للناس اللي قاعده وما جاتش لعم حسن، اصلا ما فيش عزاء. لو انت متخبي في جدران كورونا هتجيلك، هتجيلك، واللي بيخاف من كورونا هتجيله. بس ربنا كان علاقتك بيه حلوه قوي. هو يعني اول حاجه احمد راس معاه. انا مستغرب بس ان بجد مش عايز اتكلم، بس واحد الناس بتزعل مش عارف فين الفنانين. بجد عم حسن ده اطيب حد، عشان خاطر الاجراءات الاحترازيه والكورونا موت واحترازيه هتقعد في البيت يعني، عشان مش عايز تيجي. انت هتاخد ثواب، وانت لو نيتك سليمه ونازل وبتعمل لله فانت نازل تاخد ثواب، فهم ربنا ما يضرك ابدا. بس سعد صغير يعني يمكن انت كنت من اول الحريصين على التواجد من اول المستشفى شفناك لحد دلوقتي. ده ابويا وحد طيب قوي، وقف جنب سعد صغير استاذنكم. بس كان في لخمه راس، كان اول واحد، كنت اول حاجه اعمل سينما كان عم حسن. فراجل طيب مش عايز اقول لك بطريقه، فانا توقعت ان مصر كلها تبقى موجوده من الفنانين اللي هو واقف جنبهم. فالناس بتقول ان في احترام يعني، الناس ما جاتش عشان الكورونا وبتاع. كان بقول لك لا، لو انت نازل رايح من خلال معاشرتك ليه وعلاقتك بيه، كلمه في حقه تقولها النهارده؟ ده بلسم، حد طيب مش عايز اقول لك. ما فيش حد يعني، كنت اول مره في حياتي اقف قدام كاميرا كان حسن حسني. فانا هقف قدام حسن حسني قلت له بيجيبك ويقول لك قول اللي في كذا. فربنا يرحمه، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويرحمه ويقبل بنوره. شكرا. هل كان اخر موقف جمع قطتك بالفنان حسن حسني؟ كان فيلم اخر حاجه قابلني، لما اتجمع قابلني وحصل خير ولخمه راس ونبي وناس، وكان اخر حاجه قابلني. شايف ازاي نقدر نكرر او نخلد ذكرى الفنان الكبير حسن حسني؟ هو كان ليه تكريم قريب، كان نفسي الفنانين كلهم اللي كانوا في التكريم كانوا يبقوا موجودين النهارده في التكريم ده. ده تكريمه ده يعني، وندعي له كلنا ونصلي. كنا عايزين نشوف ناس كتير بتصلي اكتر من كده، فربنا يرحمه ويقبله.